ضم التوسل العنصري، تمرير برضو الان اول للمنتخب الوطني. يدخل صالح شحاده، يدخل صالح شحاده، خروج لمحمود وادي، اول تبديلات المدرب اللي هو نور الدين ولد علي، دخول لصالح شحاده اللاعب المحترف في فريق ثون والمنتخب الذي وصل كاس العالم للشباب قبل حوالي 3 أعوام الان، كاس العالم للناشئين قبل حوالي. باقي الى تامر كرج، نعم كرج الخطوره البدوي الان، بيعطي صالح شحاده، بيعطي البدوي يا سلام، بيلعب بالامام لكن ثلاثه اربعه خمسه خمس محترفين، تكلمنا عن ياسر حمد مش عن البهدار، اي نعم هم خمسه، هم خمسه لكن برضو موجود على ذكر النتيجه. كره عاليه، ملعوب الان في وسط الميدان او عند اللاعب تامر الصيام والله بالكعب ما بين، بالتالي يعطي البهدار اليوم، يعطي البهدار اليوم كل كبرته من اجل مسانده ياسر حمد وعبد الله جابر وبطاط وبقيه الاسماء الفلسطينيه لتحقيق الانتصار والنتيجه التاريخيه امام منتخب اوزباكستان. ركله حره اوزباكيه في وسط الميدان حاليا. 15 دقيقه، 15 دقيقه، الخطا الاخير على اللاعب صالح شحاده قابل لا شيء على منتخب اوزباكستان. لقاء قلنا مصاب قبل انطلاقته، زاد توترنا خلاله. تامر صيام بيعطي البطاط، يلا اربط مع صالح، العرضيه العرضيه العرضيه. عدي الدباغ لاعب نادي السلميه الكويتي وقبل هلال القدس الفلسطيني. عالي الكره مرعوبه للمنتخب الوطني عند اللاعب صالح شحاده الفلسطيني على منتخب اوزباكستان بهدف مقابل لا شيء في لقاء تاريخي، لقاء تاريخي، لقاء تاريخي لهذا الجيل. ولوبي من صالح شحادي وركله حره من نصيب المنتخب الوطني. برافو عليك، ذكاء كبير من جانب صالح شحادي في اللعبه الماضيه، لاعب نادي ثون السويسري، اللاعب اللي كان يعني بيتصفى مع نادي برضه لبطوله دوري ابطال اوروبا في النسخه الاخيره، خرج امام فريق سبارتاك موسكو، بالتالي لاعب متميز. منتخبنا الوطني لمصعب البطاط، عالية من مصعب، تعود من نصيب منتخب اوزباكستان، ولكن صالح شحادي، يا عيني عليك يا صالح، يا عيني عليك يا صالح، صالح والله يا صالح. ولعبة للمنتخب الوطني سريع، لعب الخطأ لتامر صيام، تامر اعطي البطرون، لا شيء لوسود كنعان، اضرب يا بهداري، اضرب بالثالث، اضرب بالثالث، اضرب بالثالث، تاريخية، اهو 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 الله على الفداء اليوم، الله على الابطال اليوم، واحدة من البهداري، ثانية من نظمي، ثم صالح شحادي، كاد ان يسجل، كاد ان يسجل الثالث للمنتخب الوطني. هذا 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 ما لا طاقة لنا به، اعتقد هذا اليوم او لم تبقي من امامها ولم تفر. يا الله يا صالح، مش معقول اليوم، صالح شحاده الذي دخل بديلا كاد ان يسجل الجول الثالث للمنتخب الوطني، لكن مهاجم ما شاء الله هجام، هجام يسدد، لكن الكرة تمر خاطرا فاحتمالا، ثم صارح واضحى حقيقة لا خيالا. اهم شيء هلا انه كمان الواحد ما ينبسط كثير، يعني اكيد الواحد عم بيلعب مشان يفرح الشعب الفلسطيني، بس احنا كلعيبه لازم نطلع هلا على المباراه الجاي، هاي الاهم، وهلا لازم يكون التركيز كله على سنغافوره، والحمد لله رب العالمين انه قدرنا نفوز اليوم، واحنا كنا الاخطر، يعني اوزباكستان كانوا يلعبوا، بس بالوقت الحالي الواحد عم بشوف المباريات الكبيره انه يلعبوا قد ما بدهم، اهم الخطر قدام المرمى، واحنا كنا الاخطر اليوم.